بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات الزملاء الأعزاء من الوطن العربي وأفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقة السابقة نستكمل حلقات التطليق، وقد تناولناها في صورة من صور التطليق، ووعدنا بأننا سنلاحقها بباقي صور التطليق. واليوم إن شاء الله نتحدث عن التطليق للضرر وسوء العشرة، وذلك كعادتنا نتناول مفهوم الدعوة كما تعودنا في كل الدعوة السابقة، ونتحدث عن مفهوم دعوة التطليق للضرر بأنه مفهومه في وقوع الإضرار من الزوج بالدرجة التي يستحيل مع العشرة. الزوج يضر بزوجته الدرجة التي يستحيل مع العشرة. إذن في هذا الوصف أو في هذا المفهوم لابد من توفر شرطين اتنين. الشرط الأولاني أن يتوافر حجم الضرر والإساءة. الشرط الثاني وهو أن تستحيل العشرة في حال وجود هذا الضرر. لو تناولنا الشرط الأولاني وهو الضرر أو الإساءة، وإيه المقصود به؟ المقصود به إيذاء الزوج زوجته، زوج بيؤذي زوجته بالقول أو بالفعل، سب وشتيمة وتشهير وألفاظ وأقوال، كل ما يمثل إيذاء لها ولا يليق بمثلها ولا تقبله الزوجة، هو دي الضرر والإساءة. فإما أن يكون الإساءة والضرر ده بالقول زي الشتيمة والسب والحاجات اللي قلتها دي، أو يكون الضرر بالفعل المادي اللي هو الضرب أو تبديد منقولات الزوجية أو سرقة مالها أو مصوغتها، كل دي أضرار مادية جزء أو عنصر من عناصر الضرر والإساءة. يبقى في عنصر شفوي وفي عنصر تحريري، أو في عنصر إيه مادي. العنصر الشفوي إنه بيشتم ويسب ويتشهر بيها بالألفاظ هي وأهلها واللي جابوها بالطريقة دي. العنصر المادي إنه على طول مستمر في الضرب، بيضربها باستمرار ويؤذيها بالضرب ويحدث إصابات فيها، أو يبدد المنقولات بتاعتها وكل يوم يبيع منها شوية، أو الدهب بتاعها خده وسرق فلوسها. كل دي الإيذاءات المادية اللي هو العنصر الثاني من عناصر الإساءة، ضرر أو الإساءة. وطبعا الضرر أو الإساءة بتحكيه الزوجة في الصحيفة وتشرحه في صحيفة دعواها، والزوج طبعا بيرد عليه أو بيحاول يدفع عنه هذا الاتهام، ولكن للمحكمة ورؤيتها في الموضوع تقديرها في هذا الأمور، وهي زي ما بنقول دايما هي صاحبة الكلمة العليا في الدعوة، هي اللي بتقدر أو هي اللي لها تقدير قيمة الضرر وأهميته وحجمه اللي بيقع في حق الزوج. ليه؟ لأن المحكمة لا تعقيب على رؤيتها ولا على قرارها ولا إشراف ولا رقابة حتى من محكمة النقض، لها مطلق الحرية الموضوعية في تقدير الدعوة، له أن يستدل للقاضي اللي بيحكم في القضية أن يستدل من ظروف الدعوة أو من ظروف الطرفين، من المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي اللي بيعيشوا فيه، هل الضرر على قد المستوى اللي بيعيش فيه الزوجين دول، هل الضرر اللي حصل من الزوج يعد في ذاته إساءة بليغة؟ ليه؟ لأن الضرر اللي شايفاه الزوجة دي على إنه إساءة أو قسوة في حقها، الضرر الواقع عليها اللي بتدعي إن استحالة العشرة فيه، ممكن في حالتها يستحيل معه العشرة، ولكن إذا وقع في حالة أو في أسرة تانية
يكون ضرر عادي وبتستجيب للأسرة وتعيش. فهنا بقى المعيار ده بيخضع لتقدير المحكمة، هل الأسرة دي بمستواها المادي والاجتماعي والثقافي بتقبل العيش بهذه الصورة ولا ما تقبلش العيش بهذه الصورة؟ ده تقدير، مسألة تقديرية للمحكمة اللي تعرض عليها الموضوع وتعرض عليها صحيفة الدعوة وكل شيء. وطبعا اللي أنا يعني في واقعة الإيذاء بالفعل، يعني ما هو يا إيذاء بالقول زي ما قلنا الشتيمة والسب، يا إما الإيذاء بالفعل زي الضرب والتبديد والسرقة والكلام وسرقة مالها والكلام ده. ولكن إذا حدثت الإيذاء بالفعل لابد زي ما قلنا في كبسولاتنا السابقة في محضر إثبات الحالة، لابد أن يحدث إثبات لهذه الواقعة. إما إذا حصلت واقعة ضرب وتقرير طبية، الزوج على طول بتحرر محضر بالواقعة وبتحرر تقرير طبي إذا حدث بها إصابات، أو إذا طردها من منزل الزوجية، أو إذا سرق مالها أو منقولاتها بتروح تبلغ وتعمل محضر إثبات حالة بالواقعة دي، ولو عندها شهود تذكرهم أو عندها أي شيء زي ما قلنا في المحضر قبل كده عشان خاطر تقدر تثبت الواقعة. ليه؟ لأن المحضر اللي مول عليه ده هيبقى مستند لها، بتحطه في حافظة مستندات وهي بترفع الدعوة إثبات أمام المحكمة على حدوث الإيذاء بالفعل فعلا، ما يكونش مجرد كلام أو ادعاء، لأن المحكمة ما بتاخدش بالادعاءات بدون أدلة، لابد يكون في دليل على أن الإيذاء وقع بالفعل، أنه ضربها أو أنه بدد منقولات الزوجية أو أنه سرق مالها أو أنه خد مصاغها. كل الحاجات دي لابد من إثباتها رسمي، لأن دي ادعاءات جريمة لازم تثبت رسم، هيتعمل في تبديد عيان الجهاز لو كان بدد الجهاز او المصاغ كذلك، ولو في وقع الضرب ايذاء باليد وبالفعل يبقى ده بيتثبت بموجب تقرير طبي وبموجب محضر الشرطه بوقعه الضرب، بتعمل له جرح الضرب، بتاخد صوره رسميه منها وتقدمها في حوزه مستندات رفقه الدعوه عشان تثبت وقعه الايذاء بالفعل. كل ده كنا بنتكلم في الشرط الاولاني، وهو أن يكون هناك ضرر أو إساءة إما بالقول أو بالفعل، وشرحنا ده وشرحنا ده. طيب الشرط الثاني من شروط الدعوة أن يكون هذا الإيذاء الذي وقع بالقول أو بالفعل يستحيل معه العشر. إزاي؟ لابد أن يحدث من الإيذاء اللي حصل بالقول أو الفعل استحالة عشرة بين أمثال الزوجين، ويراعى فيها إيه بقى في الحالة دي؟ زي ما أنا كنت بقول من شوية، اختلاف البيئة، اختلاف الثقافة، اختلاف المستوى الاجتماعي، اختلاف المستوى الثقافي والاقتصادي، كل شيء بيأثر من هذه الاختلافات بيأثر في بيئة الشخصية اللي بتطلب الطلاق. ليه؟ لأن البيئة اللي حصلت لأسرة أو بتعيش فيها أسرة معينة في مستوى اقتصادي أو اجتماعي مرتفع تختلف في أسلوبها الثقافي وأسلوبها الأخلاقي وكل شيء عن المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي المنخفض أو المستوى التحتي. ليه؟ لأن في بعض الأسر في المستوى التحتي لما يندى على زوجته ويقول لها يا بنت كذا، هي بتضحك وتعتبر ان الشتيمة دي مداعبة، انما في مستوى الاجتماعي المرتفع والاسر الراقية الارستقراطية لما تيجي قول لها يا بنت كذا تعتبر ان ده الدنيا قامت عليه ويبقى سبب في انها تطلب الطلاق، يا اما ودي يا اما بالتطليق عن طريق المحكمة. عشان كده المستوى الاجتماعي بيفرق حتى في تقدير المحكمة لتوافر عناصر وشروط الدعوة في هذا الوضع، بيفرق عند تقدير المحكمة المستوى الاجتماعي، مستوى التحتي غير المستوى المرتفع. المستوى التحتي زي ما قلت ممكن يقبل بالضرب وبالشتيمة وعديها عادي، يعتبرها ده أسلوب حياة تعودنا عليه خلاص أسلوب حياة،
انما في المستوى الارستقراطي او المستوى العالي الاجتماعي العالي اللي فوق الطبقه المتوسطه كمان بيعتبر ان ده اهانه وسب وقصف للعيله كلها مش لها بس لعيلتها كلها، وده يستوجب الطلاق او التطليق حسب الاحوال. يعني بيختلف المستوى، يعني بيختلف تقدير الظرف ده باختلاف البيئة والمستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي ومكانة المضرور في المجتمع. بمعنى ايه؟ زوجة أمية وغير متعلمة وعايشة في مستوى اجتماعي وثقافي متدني أو تحتي زي ما بنقول، اللي بيفرق معاها انها تعيش حياتها العادية التقليدية المعروفة، انما في زوجة من المستوى التاني اللي قلنا عليه اللي هو الفوق المتوسط من المتوسط بما فوق المتوسط والمستوى الاجتماعي العالي والمستوى الاقتصادي العالي والمستوى الثقافي العالي، بتقدر تبص على مكانتها وتأثير الضرر عليها بصورة اكبر. يعني ممكن يكون مشكلة عندها ان جوزها قال لها لا مش هتروح السينما النهاردة، بينما اللي في المستوى التحتي ما عندهاش مشكلة الا في حالة واحدة لو قال لها مش هتتعشي النهاردة. احنا بنتكلم بالواقع، وان كان ده الواقع ده اساءة في حد ذاته وعدم احترام لحقوق الانسان، ولكن هي دي الطبقات والدرجات اللي ربنا خلق عليها المجتمع. في طبقة فقيرة، طبقة متوسطة، طبقة غنية، هو ربنا خلق الكون على كده، الفقير والغني مش هنقدر نغير في إرادة ربنا. لأن ما تتضرر منه الزوجة من الطبقة أو البيئة أو ثقافة معينة قد لا تتضرر منه زوجة أخرى من طبقة وبيئة وثقافة أخرى مختلفة. والزوجة الجهلة التي تنتمي إلى طبقة تحتية لا تتضرر من الضرب أو السب مثل ما تتضرر منه زوجة متعلمة من الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسط. كل دي اعتبارات بيتحطوا قدام المحكمة. يعني زي ما قلت كده، يعني واحدة عشان ما راحتش السينما وجوزها أو ما جابتش الفستان السواري أو جوزها قال لها لا مش هجيبه أو جوزها ما جابش الخاتم السورتي أو ما جابلهاش هدية في عيد ميلادها، كارثة. بينما في مستوى تاني يعني ممكن حتى ما تتحصلش على الكلام ده في العيد. هو ده اللي ايه التقديرات، حتى المحكمة بتاخد بالتقديرات دي على فرق المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، كل المستوى المحكمة بتاخد بيها. وان كان انسانيا لا يجوز لان ده يخالف قواعد المساواة وحقوق الانسان، ولكن قد يكون هذا بإرادة ضمنية للتعود في طبقة الزوجة ومجتمعها على تلك المعيشة والحياة لدرجة أصبحت هي الحياة الطبيعية لديها. أصبحت الحياة اللي هي عايشاها دي تعودت عليها وهي ده أسلوب حياتها. ولما تتداوى الدعوة في المحكمة طبعا المحكمة بتحقق في توافر عناصر الضرر مع تناسبها بنسبة وتناسب في المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي التي تعيش فيه الزوجة لرفع الدعوة. بالضبط كده، يعني كل بيئة بيفرق مستواها الاجتماعي حسب الزوجة اللي عاشت فيها. زي ما قلنا الزوجة الجاهلة غير الدكتورة، الزوجة اللي من مستوى اجتماعي وثقافي عالي ده بنت وزير غير ايه بنت الغفير او شيخ الغفر، وده طبعا اجتماعيا وانسانيا لا يتطابق مع حقوق الانسان والناس سواسية، ولكن هو ده المستويات الطبقية اللي موجودة في المجتمع، وهي دي المستويات اللي المحكمة بتقدر عليها شكل الدعوة. الدعوة بتترفع في صحيفتها كباقي الدعاوى. أول حاجة طبعا الخصوم المدعية
الخصم المدعى عليه الزوج يعني، وأعلنته بالآتي. بتشرح بقى زي ما قلنا بنقول في كل الدعاوى: الطالبة زوج المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المورخ كذا كذا، ودخل بها وعاشر معاشرة الأزواج، ولا زالت على طاعته وعلى عصمته. ولكن وتبتدي تشرح بداية المشكلة اللي حصلت معها ايه، ان هو حصل منه تعدي بالسب او القصف او الاهانة او الضرب والواقع، واذا كانت ثبتتها في محضر تذكر رقمه، اذا كان في تبديد او سر او الكلام ده وحررت محضر تذكر رقمه برضه في الصحيفة، وتحاول تجيب صورة رسمية منه تقدمها بحفظ مستندات رفق صحيفة الدعوة عشان تبقى دليل قاطع على الطلب اللي هي بتطلبه باستحالة العشرة في الوضع بتاعها ده. وبالذات إذا كانت الواقعة تقررت وتنازلت عنها مرة قبل كده، فجميل جدا إن هي تكون ثبتت الواقعة السابقة اللي تنازلت عنها وتثبت الواقعة الجديدة، عشان يبقى تكرار التعدي وتعمد التعدي والإيذاء اللي يؤكد حقها في استحالة العشرة وفي طلب التطليق. وبتنهي صحيفة الدعوة بطلبها بالتطليق، وبنقول بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمت صورة من صحيفة الدعوة وكلفت الحضور أمام محكمة كذا كذا بالجلسة المعقدة في يوم كذا كذا ليسمع الحكم. بتطلقها منه طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. دي صحيفة الدعوة بتاع التطليق للضرر وسوء العشرة. طيب سير الدعوة بيكون في المحكمة إزاي؟ زي ما قلنا في بداية حلقات التطليق بيكون في تحقيق وفي حكمين، زي ما شرحنا في الحلقة الأولى من مسلسل التطليق، راجعوها عشان تربطوا المعلومات ببعضها، ويبقى الملكة أو الفكر القانوني في سلسلة التطليق متكاملة. ليه؟ لأن كل دعوة من دعوة التطليق حسب مسماها لا شروطها ولا أوصفها ولا أسبابها اللي بتخضع لتقدير محكمة الموضوع، وبتشوف حق الزوجة هل لها حق في طلباتها تلبيه ولا لا، وتقضي لها بطلباتها إذا ثبت لها بالمستندات القاطعة أو بتقرير الحكمين أو في خلال الشهود في التحقيق أو من خلال أدلة الثبوت كلها وأدلة الإثبات، إذا ثبت لها حقها في طلب التطليق يطلقها القاضي أو تطلقها المحكمة. وبذلك أعزائي نكون قد تناولنا التطليق للضرر وسوء العشرة، وننوه إلى أن الدعاوى جميعها يتم التدليل عليها في المراجع والكتب والعديد من شراح القانون بأحكام محكمة النقض. أنا عايز أقول جزئية مهمة وأؤكد عليها، أن أحكام محكمة النقض ليست حجة على محكمة الموضوع، بل هي حجة فقط في الدعوى الصادرة بشأنها، فهي مجرد استرشادية ولا ينسحب أثرها على أي دعوة أخرى. فكل واقعة لا ظروفها وملابستها التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك، وبالتالي أحكام محكمة النقض في دعاوى ومسلة هي استرشادية وغير ملزمة للمحكمة المنظور أمامها الدعوة، ولا تعدو أن تكون إلا ثقافة قانونية في مثل الدعاوى أو نظيرتها. لابد ان احنا ناخد بالنا من الجزئيه دي، عشان في ناس لما بتذكر احكام محكمه النقض فاهمه ان الاحكام دي هتلزم المحكمه المعروض عليها الدعوه الماثله انها تسير على نفس النهج او تقضي بنفس النهج. لا، الاحكام دي حجه فيما فصلت فيه من الخصوم وفي ذات الدعوه المنظور فيها اللي صدر فيها ذات الحكم، هي حجه بس. ولكن بالنسبة للدعاوى الأخرى لا تمتد إليها، ولكن تعتبر استرشادية لأسلوب الفصل في الدعوى الجديدة.